السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك أي موقع من خلال الموقع اللي أنا مديلك ده سايت تشيك، تقدر تتأكد إن الموقع بتاعك سليم. كل اللي عليك إن أنت تيجي هنا وتكتب اسم الموقع بتاعك وتقول له سبميت، يبدأ إن هو يفحصهولك ويبدأ إن يجيب لك إيه المشاكل اللي موجودة فيه. لو في اي تروجان، لو في اي فيروسات، لو في اي مشاكل، بيبدأ يجيب لك ايه المشاكل اللي موجودة فيه. وممكن تقول له انا عايز اشوف الفحص بتاعه تبع مكافي او تبع ESET، فيبدأ يفتح لك الفحص بتاعه زي ما انت عايز، وبيبدأ يفحص لك الفاير وول، وبيبدأ يجيب لك لو في اي مشاكل موجودة يبدأ يديك نصائح فيها، وفي ان هو يحذف لك المشاكل الموجودة، لكن دي طبعا بفلوس، بتدوس هنا ويبدأ يجيب لك ان هو يقدر يشيله لك، لكن بمبلغ مبلغ ضخم يعني. تمام، تقدر تفحص اي موقع انت عايزه بدون اي مشاكل خالص، يعني مفيش، مش لازم تجيب له اثبات ان الموقع ده تبعك، لا هيبدأ يفحصه لك ويقول لك اذا كان في الفيروس ولا لا. يعني لو في موقع بتاع افلام مثلا او موقع تشك فيه، تقدر تدخل هنا وتتأكد هل الموقع ده ممكن يضر الجهاز بتاعك ولا لا.